اهلا وسهلا بيكم، معاكم نور الهدى من نفهم. هنشرح النهارده درس التفكير العلمي. التفكير العلمي فيه شويه حاجات كده موجوده في الدرس هنعرفها ونتعلمها من خلاله. اول حاجه التعريف، بعد كده الخصائص والمهارات والخطوات والتحديات. التعريف بتاع التفكير العلمي هو عمليه عقليه بيقوم من خلالها الفرد بفهم العالم المحيط به من اجل الوصول الى حل مشكله معينه بتواجهه. طيب خصائص التفكير العلمي، اول حاجه لازم يكون التفكير العلمي تفكير هادف مقصود، انا قصد ان انا افكر بالطريقه دي في الموضوع ده. تاني حاجه انه تفكير حر، ان الباحث حر في اختيار الموضوع، حر كمان في اختيار ادواته. تالت حاجه انه كمان عمومي، بيتسم بالعموميه. يعني ايه عمومي؟ ان ممكن الباحث او العالم من خلال دراسته الموضوع ما يوصل لنتيجه من حقه ان هو يعممها ويعملها قانون. بعد كده موضوعي، يعني ايه موضوعي؟ يعني حيادي، ان الفرد او الباحث او العالم ما يقدرش يدخل اهوائه الشخصيه ومعتقداته في الموضوع او الظاهره اللي هو بيبحثها. بعد كده هو اجرائي، يعني ايه اجرائي؟ ممكن نقول عليه وصفي، بمعنى ان هو ما بيدرسش يعني ايه هو الشيء نفسه، ما بيسالش عن الماهيه، هو كل هدفه انه يوصف الظاهره ككل. طيب بيتسم بايه كمان التفكير العلمي؟ بيتسم بالكميه. يعني ايه كميه؟ انه لغة عددية، هو بيشتغل برموز الرياضة، 1+1=2. بعد كده عندي مهارات التفكير العلمي، عندي 5 مهارات. اول مهارة اسمها الملاحظة والتجريب. التفكير العلمي بيعتمد دائما على الملاحظة، وبعدين بيجرب الحاجات اللي هو لاحظها، بيلاحظ كمان الحاجات او الظواهر المادية الحسية اللي يقدر يرصدها ويجربها فيما بعد. مهارة التصنيف، انه لازم الباحث او العالم لازم يتسم بالتصنيف، بمعنى ان هو لما يجي يدرس شويه ظواهر يجي يعمل مجموعه او بيضمهم في مجموعه او جدول بنسميهم خصائص مشتركه، بيقول والله ان الظاهره دي والظاهره دي والظاهره دي بيتسموا بشويه حاجات مشتركه، انا هحطهم في الجدول الفلاني ومجموعه تانية هحطهم في الجدول التاني. بعد كده مهاره القياس، يعني ايه القياس؟ ان من حق العالم او الباحث انه يستخدم الادوات والاجهزه ايا كانت اللي تساعده في بحثه او علمه اللي بيقوم بيه. بعد كده عندي تحديد المتغيرات، ان من مهارات التفكير العلمي ان الباحث او العالم لازم يحدد المتغيرات، سواء كانت المتغير المستقل او التابع او الدخيل، ويضبطهم. الحاجات دي هنعرفها السنه الجايه. بعد كده تفسير البيانات، يعني ايه تفسير البيانات؟ ان بعد ما قام الباحث او العالم بكل المهارات دي انه يفسر البيانات ويحطها كمان في جدول، النتيجه اللي وصلها اللي وصلها يحطها في مجموعه او جدول ما معين هو هيبقى عارفه، ده نتاج المهارات اللي هو هيعملها كلها خطوات. بعد كده عندي الخطوات الاساسيه للتفكير العلمي، لازم اول حاجه يبقى اسمه الشعور بالمشكله، تاني حاجه تحديد المشكله، تالت حاجه اقتراح الحلول، 3 اختبار الفروض، واخيرا اختيار افضل البدائل او اختيار افضل الفروض. اول حاجه شعور بالمشكله، ان لازم الراجل اللي بيفكر بالتفكير العلمي يبقى عنده احساس بالمشكله قبل ما تحصل. تاني حاجه انه يقدر بقى يحدد هي ايه المشكله فعلا. بعد كده يعمل حاجه اسمها اقتراح الحلول، هبتدي اعمل والله الحل الفلاني ممكن ينفع والحل ده ينفع. بعد كده بنختبر بقى الحلول دي او الفروض دي، واخيرا بنختار افضل الفروض او البدائل من بينهم. بعد كده عندي التحديات بتاعة التفكير العلمي، عندي 4 تحديات بتواجه اي حد بيفكر بالتفكير العلمي، وهي اول حاجة الاخطاء المنطقية، بمعنى ان ممكن اوصل من خلال مقدمة او اكتر لنتيجة، ممكن يبقى في مقدمة غلط اوصل لنتيجة تانية غلط. طيب تاني تحدي عندي هو العوامل الوجدانية والانفعالية، اللي انا ما دخلش انفعالي او وجداني في الموضوع اللي انا بدرسه او بفكر فيه. بعد كده عندي حاجة اسمها الانتقاء، بمعنى ان العالم ما ينفعش ان هو ينقي الادلة والمقدمات على مزاجه ويحطها، ما ينفع. بعد كده عندي اخر تحدي بيواجهه التفكير العلمي، وهو تقبل الاراء والبيانات بسرعه، لازم يعديها على حاجه اسمها النقد، لازم انقد الاول، ونقد يكون بناء مش نقد هدام، لازم اعرف هي الحاجه دي لو اتحطت هتعمل ايه بعد كده. وبكده نكون خلصنا التفكير العلمي من نفهم نتعلم ببساطه.